سكر صبايا. اليوم بدنا نعمل كبة مبرومة وكبة محشية خضرة. الكبة لها مراحل لازم نحضرها، وقت بتعمليها على مراحل صدقيني ما بتتعبي ابدا ابدا ابدا. اول شيء نحن ايش نسوي؟ اول شيء خلينا مشان ما ياخذ معنا وقت، انا هذا عندي البرغل، ايه؟ انا اليوم بدي اعمل لك بس كبة مبرومة وكبة خضرة. انا مثل ما قلت لك انا ما بحدد مقادير عن نظر بشتغل، مع ذلك انا كرمالي راح نشتغل على مقادير قدر الامكان. طيب انا عندي بس نص كيلو عبرة. هي عادة الكبة المبرومة مشان تضمني نجاحها 100% دايما نص كيلو برغل نص كيلو عبرة، بس بصراحة هبرتها بتطلع زيادة. أنا بعملها 3/4 كيلو مثلا برغل وبحط نص كيلو هبرة، بتطلع أصولية وطيبة، بتحسي بطعمة البرغلين. أنا البرغل اسمه عمقي، الله يرحم سوريا، كنت أجيبه من سوريا، الوحيد البرغل بجيبه من سوريا، كل شيء بجيبه من هون، بس البرغل، هذا هو البرغل، عمقي، أنا جبته من عند ابن داوود، بالتقى. انت حاولوا للمغتربين بالسعودية بيلتقى، في منتجات سورية كمان بيبيعوا بيلتقى. شوفي البرغل غامق بس هذا بياخذ العقل صدقيني، اسمه برغل عمقي، بتلاقيه مثل الصمغ بيدبغ معك وما بياكل هبرة كتير. هلا بفرجيكي العجينة شلون بتعملي ايدك هيك عليها بتلزق. طيب انا هلا هاي كاسة تمام، مج، انا هذا مج، انت عايري مثل ما بدك، اعتبرتي الكاسة في اشكال، انت دايما الكاسة اللي فيها انت اعتبريها مقدارك. هاي 2 ها، وهي 3، انا هدول حاجة اعملهم تخليهم 4، يلا خليهم 4 خليهم 4. طيب ان هاي التبلة صدقيني اذا نجحت معك هالمكونات ومشيتي بخطوة بخطوة عليها صدقيني الكبة بتطلع روعة، لأنه أساسها هي مكونات. شوفي أنا بدي أرش ملح لإلها، بهار أبيض بس كتير صغيرة، كتير كتير صغيرة، بجوز بالصورة بتفرجيكي إياها كبيرة، كمون صدقيني الدنيا أزواج، بس أنا الكمون أساس الكبة، أنا عجينة الكبة. طيب وأهم شيء البصلة، شوفي البصلة راح أعملها هيك أفرمها، طلعي بإيدك نص بصلة وسط حسب كميتك، اذا مثلا كاسة مج انت بدك تعملي واحد بصلة صغيرة. طيب انا هلا كرمالك شوفي، اول شيء صبية انا ما رح انا اطالع نظافتي بغسل البرغل، اسمحوا لي انا ما بغسل برغل وبصفي ابدا ابدا، انا البرغل ما بغسله وبصفي. شوفي انا بدي الوت البرغل، ما بدي ابلله، مو بدي اغرقه مي، انتبهي لهالعملية، انا كرمالي بدي اعيره. شوفي ايش بسوي، تفضلي طلعي طلعي، بس نجحت معي هالعجينة خلاص الكبة رح تطلع طيبة. طلعي بدها كمان انتي اكتبي المقادير، ها انا ما في بالي، انا عم بشوف عم بستعمل حواسي. طلعي تاكل معي مجين معناتها، شوفي ما غرقتها، شوفي ما غرقتها، طلعي ما شفت ميات هيك غرقتها، لا بللتها. انا بدي اغسل ايدي هون خلاص،
انت بدك تحسبي حساب وقت بدك تشكلي العجينه، بدك تحطي مي بارده جنبك وتبللي ايدك كل دقيقه، وقت بدك تعجني كمان نفس الشيء بدك تبللي ايدك مي، يعني البرغل لسه بدك تحسبي حساب انه بده يشرب مي. ومع ذلك اذا وقعتي بخطا وقت انت عم بتديري البرغل حبيبتي شفتيها مثلا بجوز تعطيكي انذار الماكينه طالعت صوت زياده شوي، بللي شويه مي، عرفتي؟ كثير لازم تعتمدي على نظرك وايدك، كثير كثير. معناتها نحن ما غرقنا البرغل مي، صدقيني هي سر نجاح العجينه. يعني انا ما رح اكون والله مقصة تقانات او نظافات او شيء، هي الكبه بدها تنشوى وبدها يعني شيء، البيئه كلها ملوثه بالغبار، يعني اللي خايفين من الغبار كلها ملوثه بالغبار، خلينا نمشي على اصولها وتوكلي على الله. انا نقعتها هي، انا ما رح اتركها هيك على جنب ساعه وساعتين واطالع بعدين اشتغل فيها، لا، انا نص ساعه كافيه بانه ياخذ البرغل كفايته. انا ما بدي اياه يفنش، انا بدي احافظ على البرغلي وطعمته كمان، بتركه نص ساعه وبعدين بنتقل لطحنه بالماكينه. هي مرحله اولى حبيبتي، هي مرحله اولى. بدي انتقل لمرحله ثانيه وهي تجهيز الهبره، وهي خطوه مهمه كثير كثير. انا جبت الهبره عجل باتيلو من السوبر ماركت، غنم ما في مانع، بس انا بفضل عجينه اسمها باتيلو، يعني العجل الصغير البقر الصغير، هي هي. انا جبتها من السوبر ماركت، طلبت منه انه يطحن لي اياها دورين مشان تسهل عمليه طحنها هون مرهميه بشكل مرهمي وما تتعب لي الماكينه وتسهل علي العمليه. شوفي طلعي هلا انا ايش بدي اسوي؟ هلا انا بحطها هيك، بدي اروح لك زنخته. انا بدي اكل واستطعم واشم، كل حواسك بدها تشتغل بالطبخه. طيب انا هاي مي مسلجه، يعني اللي بتقرب لتهرمش المي، بدك بوز مثل ما بدك على راحتك. انا شوفي ايش بدي اسوي، حطيت مي. طيب قلبي هيك مشان يشوفوها، تحسبي انه الهبره فيها مي، هلا بتلاقي بيتضاعف حجمها، هي نص كيلو مثلا لحمه، بتشوفيها قليله اول ما بتجيبيها من السوبر ماركت، بس بعد ما بتطحنيها وبتصير شكلها مرهمي مثل المرهم بتحسيها كترت. شوفي شوي مي، شايفة شلون عم تنطحن؟ شايفة شلون عم بتصير مرهم؟ هاي خطوة أساسية
أساسية لنجاح الكبدة كمان. هلا في منهم بيجيبوا الهبرة مثلا مفرومة دور وبيديروها مع البرغر. أنا لا، أنا بفضل هالطريقة هاي، بتحسي صدقيني الكبة غير. شوفي صبري طلعي، شايفة؟ شوفي أنا هلا وقت بتكون هون اللحمة ماي مخفوقة ما بتعطيني هاللزقة، شوفي شلون عم بتلزق بإيدي، شايفة؟ هي بتلزق بالبرغلاي تنعجن معها عجن، هي طريقة كتير مهمة، كتير كتير مهمة بنجاح الكبة. صدقيني ماي معضلة الكبة أبدا أبدا أبدا، طريقة سهلة جدا. طيب بتتمي على الطحينة لتلاقيها عم بتلف، شايفة بتلف بتلف بتلف. هلا بصير ثلج بس انا ما عندي ثلج، جبت مي باردة كتير كتير تقريبا عم بتهرمش. هلا لو في ثلج لسه حطيت شقفة ثلج معها بتلاقيها برمت 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 ولفت الهدران. انا خلصت، هي خلصنا من العملية الثانية. شوفي ما احلاها، شايفه مرهم، شايفه؟ هلا هي كثير سهله، شوفيها انت وقت بدك تعجنيها ما احلاها مع البرغل. شكل مساء الخير صبايا، شفتوا شلون بعت انا طريقه عمل الكبه ونقص هذا، والسبب انا خطئي ها، لانه انا اتفقت انا وصبيه انه ابعث لها اياهم عن طريق الواتساب، ولا الواتساب بيختصر لانه ما بيحمل اكثر. اللي بعتهم فورا على ايام الفود وصلوا بسلامه، وصلوا كاملات. لهالسبب انا في شغلات رح اعيدها نقصت عليكم. انا بكره بدي اعمل كبه مهليه. انا بصله كبيره فرمتها فرم ناعم مشان ضيق الوقت انا قليتها، دبلتها بمعنى دبلتها. بعد ما دبلتها انا اللحمه كبابي جبتها هي بدي اقليها، بدي اقليها. بدي احطها على راس الأعلى مشان الوقت. هلا انا دبلت البصله منيح وبعدين حطيت اللحمه. انت بتحبيها مدهنه بتحبيها ما مدهنه ما بتفرق. هلا شوفي الكبه المقليه دائما بتختلف لنا عن الكبه المفرومه، الكبه المفرومه فرجيتكم طريقتها، مع ذلك انا بكره بدي اعملكم عينه. بتقلي الكبابه بتجيبي كبابه مي مدهنه، ضروري تكون مي مدهنه. بتقليها لون كاشف، شوفيها لون كاشف زهري زهري. بتبرديها مظبوط بالبراد، بعد ما تبرد شوفي طريقتها، لانه اهم شيء في الكبه المفرومه الحشوه وطعمتها. شوفي ايش اسرارها. انا هاي البيضه بعمل هيك بيضة، إلا هاي بيضة. هاي بيضة. هلا أنا بجيب أهم شيء الشيء قلنا الكبة المبرومة الفستق، الفستق أهم شيء في الكبة المبرومة، الفستق الحلبي الأخضر هي اللي بيعطيها الطعم واللون، ما ضروري تحطي كل القلوبات، جميع أنواع القلوبات بتصير نوعها مثل نوع أي كبة. انا فستقي منقع، انتبهي بدك تنقيه لتنقيه لانه بحط كميه منيحه. شوفي صبيه حطيت انا الفستق ني، رجاء بتحافظي على لونه. في صبيه اقترحت انه بتقسمه بعدين بتحطه، صدقيني لا. ليش؟ لانه الفستق وقت بتقسميه انت جربي، وقت اللي عم بتعرض للهواء بغمق الفستق، بس هون بحافظ. نحن وقت بنجي بنقسم الكبه المبرومه تعطيرها تنقسم الفستق، بتعطي هاللون الفاقع فستق الاخضر اللون الحقيقي. شوفي ايش بيميزها اكثر شيء للكبه المبرومه، القرفه. القرفه اهم عنصر بالكبه المبرومه. بتحطي لك معلقه، طبعا بتحطي بهار
الابيض اللي قلت لك عليه انا كثير بحبه، وبهار اسود، ما بصير نحن نحط كل القلوبات، كل كبه لها قلوباتها. هلا الكبه المقليه اللي بيميزها اللوز، ما في مانع تحطي جوز، الجوز كثير بيفعن الكبه، ما في مانع، بس والله تحطي فستق وتحطي صنوبر و و و الى اخره ما لها طعمه. طيب انا هلا عم بكمل الكبه المبرومه، ايش حطينا؟ فستق اخضر، بيضه، فلفل، ملح، بهار. طيب في سر انا طالعه، انا يا صبايا اللي بمشي بالمراحل الكبه خطوه خطوه ما في اسهل منها. انا هلا رتبت خطواتها، انا بكره بدي اعمل الكبه، اليوم خفقت الهبره، رتبت الحشوة المبرومه ورتبت حشوه الكبه المقليه، وبكره بدي اعمل مقليه وبدي اعمل مبرومه وبدي اعمل قرص بس خضره مشان افرجيكي التبله تبعته. طلعي شوفي صبيه، طلعي انا هاي الكميه الهبره بعملها هيك، شوفي شوفي شلون بدها تصير مثل الصمغ، شايفة؟ هلا كتير سهلة، كتير كتير سهلة. طبعا بدها صنوبر، الصنوبر بيطعمها الكبة، بيطعمها الصنوبر، بس أنا ما عندي صنوبر، انتوا سجلوها بكره بده يجيب لي، بحط رشة صنوبر. شوفي صبية شلون طلع، شلون تميزت الحشوة عن المقلية، طلع المقلية وطلع هاي شلون بعملها هيك هيك، شوفي شلون دقمة اجباري، هاي وقت تنعمل بهالطريقة بدها تلزق بعجين مثل الكبة، اجباري بدها تلزق وتطلع ناجحة معك 100%. وطبعا ملح، هاي ملح، شايفة؟ هي جاهزة للكبة. كلكم سألتوا على الكبة المبرومة، أنا شفت فستق شوي قليل، بدي أحط كمان فستق لأنه قلنا بميزها فستقة، وقت اللي أنت بتقطعيها تصير ما في أحلى منها لونها الأخضر بشهي، شايفة؟ ها هلا بحطها بالبراد وخلصنا. الهبرة مثل ما قلت لكم شلون تخفقوها، علمتكم تخفقوها الطريقة أخذتوها. هلا أنا هاي الهبرة أنا بلزقها وبقيمها لبكرة محضرة كلها. شوفي وقت بترتبي خطوات الكبة صدقيني الكبة ما يبوظ، خصوصا للمبتدئات صبايا، ادوا نوع نوع كبة ولا تطالي أكثر من هم. حطيتها في البراد خلصنا منها، هاي كمان أنا جاهزة بقيمها هيك بحطها بالبراد لبكرة تشتغل معي أكثر. نجي على الكبة المقلية، شوفي البصل هاي ايش بيميزها؟ اللوز والجوز، صنوبر ما له داعي واصلا كثير غالي. هلا انا البرغل، البرغل شوفي الماكينة، انا هاي ما كان عندي لحمة كبابي، ايش ساويت؟ اتعطل عن شغلي؟ لا، طالعت لحمة شقف جايب لي اياها جوزي، درتها دور واحد على السكينة الخشنة وساويتها. هذا البرغل انا درت بهذا 4 مقات. انتي بكره شوفي هالكميه البرغل كلياتها نعملها مقليه، بس هبره كميه هيك قدها وشلون بدها تطلع رائعه. طيب شوفي هلا دايما خلي اللحمه كاشفه، ما تكون غامقه سودا، ما تخليها غامقه. هيك هاي مالها قرفه، ملح، صدقيني كثير سهلة. انتوا هلا حضروا معي وبكره رح ندير البرغل وافرجيكم طريقة عجنه وشلون تشكيل الكبة المقلية، وبدي اعملكم دور واحد بس بقماء واحد كبة مبرومة، وانا بفرزه مثل ما قلت لكم بهالطريقة. انا مفرزة
طلع صبية، شايفة؟ هذا كبة المبرومة أنا بطالعه فوراً من الفريزة على الفرن فوراً، بعبيه كله سمنة وبحط أرض الصينية سمنة وبحطه بالفرن وبتركه ليبرد مزبوط، بعدين بقطعه. وأهلا وسهلا صبايا، شوفوا هي اللحمة حشوة الخضرة اللي قلنا عليها، هي نفس التبلة طبعاً، بتكون هبرتها مرتبة زيادة يعني مثل كبة المبرومة أو كبة الصينية بالأحرى، غير كبة المقلية. المقلية ما بتاكل هبرة كتير أبدا، يعني كل كيلو برغل بياكل ربع كيلو هبرة. شوفي هون هلا أنا هون هون هي حضرتها تبعت الكبة المقلية، مثل ما قلت لك كل حشوة كبة إلى قلوباتها. أنا حطيت لوز، عندي لوز وزاد شوية صنوبر هيك حطيتها، بس هي أساسا لوز. اللي بده جوز كمان هذا يعني طعمته مو بكترة لوباتا. ننتقل لهون هلا، انا حطيت هون ثوم مطحون وبصل طبعا، وطبيت اللحمة نية. بعد ما تبلتها ايش بسوي؟ بحط الفطر. بدك تفرميه ناعم؟ فرميه ناعم. بدك تفرميه ناعم؟ فرميه ناعم، دبليه مظبوط. انا مشان ضيق الوقت تركته خشن، بس هو يفضل انه يتنعم مشان يساعدك. هلا انا معلمه في حشوه الكبه ما بتاثر علي، بس ناعم مشان سهولته وقت تسكري الكبه ما تعذبك. طيب انا هون فليفله خضراء طبعا، فليفله حمراء، اوريكانو، حبق، شوفي هدول هن، زعتر اخضر، هذا اللي بيقولوا له اوريكانو، الحبق بتعرفوه كلياتكم، الحبق اليابس طبعا، والاوريكانو اليابس، والزعتر الاخضر هو نفسه الاوريكانو. انا هلا شوفي انتبهي علي، انا ما عندي فليفله حمراء، هو يفضل فليفله حمراء رومي، هي الكبيره الحلوه او الحده، في منهم بحبوا الحد. انا ما عندي، ايش عملت؟ جبت معلقة دبس فليفلة مضطرة لأنه، وطيبة، جربتها كتير كتير طيبة. يعني أنا بحط اثنين بصراحة، بحط الدبس فليفلة وبحط قرن واحد بفرمه فرم ناعم وبحطه فوق التقلية. هلا أنا بدي أحط البهارات، شوفي عندي هون بهارات مشكلة، هي بهارات الكبسة كتير طيبة. هلا هون زنجبيل، شوفي هاي بهارات كبسة، هي طيبتها ببهاراتها. عندي بهارات صينية كمان، ايش بدك بتحبي بهارات حطي، بس من عدا الكزبرة، من عدا الكزبرة والكمون، لأنه الكمون دايما وقت بنحطه على أي أكلة بطغي عليها، يعني بيسيطر على الطعم كلياتها، هي والكزبرة. فالكزبرة والكمون لا. شوفي شلون انا كثير مقلله سمنه او زبده او زيت، كثير مقلله. اللي بدك اياه ما بدي اخليكي تتقيدي. لو شمو ريحتها ما اطيبها. صبايا انا هلا خلصت التقلايه وعرفنا ايش هي، بس اهم شيء في هالعمليه كلياتها هي جبنه الشيدر والموزاريلا. انا هلا طفيت عنها، خلصت انا تقليبها. صبايا ما تحطوا الجبنه هلا لانه سخنه بتدوب الجبنة، وهي حالاتها تم الجبنة فريش، مشان في عنا خطوة تانية وقت بنشويها مثل ما علمتكم بالفرن أو على طواية ومنفحمها بدها تسيح الجبنة، بقى خليها ما تسيح هون. أنا هلأ ببردها مزبوط، بعد ما ببردها بشيل هاي جبنة، هاي كتير مرتبة جبنة الفرسان، وضروري جبنة شيدر. إذا عندك بارميزان كمان معلقة، بس جبنة شيدر تاكل علبة، هي طيبتها بجبنتها، طيبتها بجبنتها وخضرتها. أنا لحمة كتير مقللة، يعني يا دوب يا دوب حطة لحمة معلقتين، شايفة؟ بحط، شوفي تصوري، يعني كمية هالجبنة بتستوعبها. وجبنة شيدر كتير ضرورية، صدقيني وقت اللي بتاكليها شلون كبة الشحمة؟ مثل كبة الشحمة وأطيب، بصراحة أطيب. ومثل ما قلت لكم هي تبعت المقلية، بصل
لحمه وقلوبات ما بدها شيء تما ابدا ابدا، بس مو كل القلوبات صدقيني ما طعمتها بالقلوبات. اللوز اهم مكسرات في الدرويش انا بعتمده، بعتمد انا كل مكسرات كل نوع مكسرات بعتمده بنوع كبه. مثلا انا عندي المبرومه، عندي الفستق الحلبي ضروري والصنوبر، جوز اذا في عندي بحط يا دوب اثنين، ها يا دوب فرق ناعم. المشويه، المشويه الشحمه، النعناع والصنوبر والجوز، هدول كتير ضروريات. في منهم بحبوها بنعناع، في منهم ما بيحبوها، هذا كمان اختياري. في منهم بحبوها بحب رمان، كتير طيبة كمان بحب رمان، كمان اختياري. بس أهم شيء هي الشحمة، والشحمة لازم تنحط بعد ما تنقل اللحمة مظبوط، وتنحط المكسرات كمان مثل هالمرحلة، تستنيها لتبرد بتحط الشحمة فوقها وبتدعكيها في ايدك. هلا في منه الناس لا بيدوبوا الشحمه، انا لا، ما يعني هدي في يعني في عشاق لهي وفي عشاق لهي، عرفتي؟ انا لا بعمل الطريقه الثانيه، شفتها هيك اطعم خصوصا للحلبيه اللي بحبوا الشحمه كثير. في منهم هي سخنه بشيلوا هالشحمه بزتوها فوق اللحمه وبقلبوها وببدوا بقى بيقرصوا وبيعملوا. اهلا وسهلا فيكم، بكره استنوني بدنا نطحن. انا رتبت، شوفوا رتبت كل شغلاتي، فرجي طلعي، انا حضرت مشان بكره ما اتعب، حضرت البرغل، حضرت الماكينه، حضرت الحشوات، ومطبخي مرتب، بكره بفيق الصبح بعملهم. واهلا وسهلا فيك. صباح الخير صبايا، نحن امبارحه جهزنا لنا الحشوات كلياتها، اليوم رح نعمل بقيه خطوات الكبه. صبي انت دايما اعملي هالطريقه، جهزي الحشوه قبل النهار وعند الصبح باشي مشان ما يكون شيء صعب عليكي. قلت لك انا البرغل حط مو غرقته مي، بللته مي، شوفي، وانا نقعته نص ساعه. هاي المرحله انا بعدت لك اياها، بس اللي ناقصه ناقصكم انا هلا عم بعمله. طيب صبايا، انا اليوم تقريبا 5 مجات برغل بدي اسوي مشان المقليه. انا بصراحه طحنتها، هلا بقيانا هي شوي مشان اعمل لك اياها عيني. طيب انا نقعتها قلت لي مو غرقتها مي، نقعتها نص ساعه. طيب انا هلا صبية انتبهي، انا ما حطيت البرغل كلياته، شايفة؟ طلعي صبية. طلعي، انا حطيته هون هلا شوي شوي عشان ما يصير له للماكينه شيء. طلعي شلون عم بحط شوي شوي، هذا مبلل المي، مبلل واخذ كفايته من المي بحيث ما تفنش البرغلين. شايفي صبيه؟ هذا اول دور. انا قلت لك دائما بدي احط جنبي مي باردة. شايفة؟ طلعي تبليل بس، شايفة؟ هاي أول دور خلص، هاي أول دور خلص، هلا ثاني دور، شايفة؟ حطي الجريدة، شوفي أنا حطيت جريدة مشان ما اللي هرهرته كلياته هلا بعد شوي بتبه.
شوفوا صبايا، هاي المرحلة كتير كتير مهمة مشان ما تتعبي ايديكي وكتافك مشان مرحلة العجن. أنا هلا قدرت أول دور بدون هبرة، تاني دور كمان شوفي هلا هاي أول دور وتاني دور بدون هبرة. هلا ايش بدي اسوي؟ انا بدي اجيب الهبره المخفوقه اللي علمتكم تحضيرها شلون وامتى بالبراد قبل بيوم. شوفي دايما حاولي اللحمه تحطيها دايما في البراد مشان ما تلقط معك. طلعي انا الهبره هاي، شوفي لحمتي اللي حضرتها قبل بنهار انا كلها لزقتها بنايلون وامتى؟ هلا ما في اسهل من الكبه. يا ما يرعبوكي من الكبه، بس انت ابدي بكيلو بس وبصنف واحد، صنف ورا صنف. شوفي صبية انا هاي الهبرة مخفوقة، طلعي شوفي ايش بدي اسوي. انا بس هالعينة بدي اعجن لك اياها، طلعي صبية. انا هاي طلعي شلون بدي اتركها مفرفدة، ما بدي اخليها تنعجن وبعدين احط هاي، لا هيك شوفي ها طلع. انا هاي كبة المقلية ما بدها هبرة كثير. هلا هاي بدي اعمل لك اياها عينة مشان المبرومة. المبرومة ايش قلنا؟ بدها هبرة كثير، يعني شوفي هاي هي كلياتها بدي احطها للمقليه، وهي عملتها مشان اعمل لك اياها عينه للكبه المبرومه وكبه الخضره. طلعي صبيه شايفه؟ هلا انا ما عم بتعذب وبعجن كثير لانه عندي دور ثالث بدي اساويه مع الهبره المخفوقه بعد ما عملته. شوفي هالعمليه ليش هيك البرغل مفرفد وحطيت الهبرات هيك رشرشتهم وعجنتهم شوي بايدي مشان الهبره تدخل بكل البرغل ما يكون محصرم وبعدين انا اعجن البرغل واحط الهبره. شوفي ها شوفي هلا شلون ما تعذبت ابدا لتجي في فيها. ومثل عادة وصارت الهبرة موزعة على البرغلات كلياتها. هلا انا حيطة مي باردة هلا جنبي بلت ايدي انا مشان هيك ما قلت لك لا تغرقيها مي لانه الكبة ببراحلة كلها عم تاخد مي مشان تساعدك في الشغل. بعمل هيك وبهالطريقة شوفي طلعي شايفي حتى الكبة الني هيك بتعملي هيك وهم شايفة طلع. قالوا لي انه مرحلة العجن ناقصة، شفتون شلون نقصت؟ هاي هي مرحلة العجن. لا حبيتي هبرتها أكثر بعمل هيك هلا وبدوق ملحة مزبوط وخلص جاهزة العجينة لعمل الكبة. عجينة الكبة الدرويش نفس الطريقة بس الهبرة كتير قليلة. هاي هي عجينة الكبة الصينية والكبة المشوية والكبة المبرومة. صدقيني بس أتقنتي هالمرحلة هاي خلاص الكبة دا تنجح معك 100% لأنه أنت عرفتي أسرار الحشوات لتنجح الكبة. شايفة ما أحلاها؟ طلعي شلون بلزق طلعي شايفة؟ أنا شوفي البرغلين شلون محافظة على قوامها طلعي هيك بهالصورة. شوفي بهالصورة بعمل هيك شايفة؟ كل دقيقة بقولها تعطيني عزم هاي عجينة الكبة جاهزة. هلا بعد شوي بدي افرجيكي عجينة كبة المقلية شلون كتير قليلة برغل. اهلا وسهلا فيكي صبية. صبايا منكمل، نحن اول دور طحناه وتاني دور طحناه ومثل ما قلنا المي دايما جنبنا وعم نشب على الكبة شوي شوي مي مشان نحافظ على البرغلين وما تفنش فرد تفنيشة. طيب انا قلت
لك بالمقلية ما بتاكل هبرة أبدا، كتير قليل. وأنا بصراحة وأنا عم بقرأ التعليقات، أنا طول عمري للكبة المقلية بحط هبرة قليلة، غير هيك ما بحط أبدا أبدا أبدا. بس اليوم أنا معكم بدي أجرب اللي عم بيقولوا عليه خبز الماكن، لأنه أنا عملت بصراحة مثل محاورة عقلية، أنا دايما بعمل محاكمة عقلية إنه بتقبل هالفكرة ولا لا، بعدين بطبقها، إذا نجحت بستمر فيها وإذا ما نجحت بتركها. أي شخص بيناتنا هيك بيسوي. طيب أنا هلأ بدي أعمل طريقتي. أنا البرغل بعمله مثل قلت لك مثل الكلبة المبرومة. شوفي أنا هاي كلها على بعضها، كلها على بعضها نص كيلو هبرة انخفقت قام كبرت. لا تشوفيها بالكاميرا كميتها كتيرة، هي المي بتكترها بس هي مي كتيرة. المهم حطيت هبرة كافية أنا للمبرومة قبل بشوي وفرجيتك كيف أخذت كفاية تم الهبرة، وبدك تعطي على لون زهر، على لون زهر. أنا هلأ هاي بدي هاي بس هاي يا دوب تطلع نص كاسة لكل هالبرغل. شوفي ايش بدي اسوي، ها شوفي عم بغلغل انا الهبراي فيها، ها مثل العجين. شلون وقت بتحطي السمنة للسميد او للطحين وبتعمليه هيك تفركي للميلفي وقت بتحضريها، هيك شوفي انا عم بغلغل الهبرة في الكبة. صبايا انا من النوع اللي ما بتعب كتافي، انا ما بدي احط قوتي كلياتها وكتافي يوجعوني طول الليل. انا عندي ماكينه كهرباء بدي اخذ يعني استفيد منها بصراحه. شايفه طلع انا غلغلت الهبراي، باخذ هيك شقفه صغيره بس، شايفه هلا انا بديره دور التالي. شفتيها ناقصه مي؟ انا مو قلت لك دايما استعملي حواسك، لازم لازم، مو قصه تقدير والله معلقه برغل مثلا معلقه، دايما لازم تشتغل عيوننا ولساننا وايدينا. انا المي جنبي بارده، رجاء بارده، بعمل هيك شوفي طلعي مشان الماكينه ما تتعب، وبديره صبايا. هلا الكبة المبرومة قلنا دا تكون هبرتها مزبوطة، يعني نص كيلو برغل نص كيلو هبرة. الكبة الصينية نفس الشيء، بصير مثلا ثلاث ارباع، ما بدك تحطي كتير، هذا مثلا ثلاث ارباع برغل نص كيلو هبرة. معلش شوفي صبية، بللنا هذا كيس نايلون، بللنا مي باردة. شوفي هاي هلا انا ايش بسوي، بعمل هيك طبعا. كيس ما عندي كيس تاني، شوفي ايش بدي اصور. صبية بترقق ايش قد ما بدك، ايش قد ما بدك. شوفي كبسي ورققي، كبسي ورققي لتحصلي على السماكة المطلوبة. شوفي صبية سويها من هون من تحت مشان يشوفوا السماكة، مظبوط شايفة السماكة؟ شايفة؟ طيب نحن لحمتنا بالبراد صبايا. طلعي ما احلاها وقتها تبرد هلا الحشوه، شوفي شو مثل الصمغ. طلعي شوفي فرجي منين هي بدها تفتح؟ مستحيل تفتح وتفرد، مستحيل. يعني انا شفتي اعطيتك الاسرار مزبوطه واعطيتك ايش بتحطي، مستحيل. هلا ما بمسك هيك طلعي مثل دق ماء، كاني اعتبريه دق ماء مرتديلا. شوفي ها طلع حطيته عبى شكله، وباخذ راحتي لانه بارده
واخده كفايتها من المكونات بدها تطلع اجباري روعه. هلا شوفي الفستقات هدول وقت بتقسميها شقد لونهم حلو وبيحافظوا على طعمهم. الفستقه كامله مثل الفستقه المكسره؟ لا، مجرد لانه اي فستقه او جوز او بتعرض بغمق لونه، انا الفستق ما بدي يغمق لونه. طلع شوفي هلا تشكيلتها، طلع ايش بسوي. انا تنيت الكيس، تنيته. انا هلا هون ما طلع معي زياده، اذا طلع معي زياده بدي اقصه، بدي اشيله بسكينه. طلعي بدي اشيله بسكينه، هاد طلع معي زياده. بقصه زياده كثير قليل طلع معي، هو بجوز يطلع معك اكثر، المهم منشيله. سكرت من هون. انا شوفي حتى شوفي شلون العجينة عم بشيلها براحتي انا. طلع ايش بدي اسوي؟ بدي بلل، بدي بلل انا، بعمل هيك. طلع بدي اسكر مزبوط كله بواسطة كيس النايلو وبعمل هيك. ها طلع انا هيدا تكبر معي هلا. ها شوفي طلعي صبية، شوفي هلا من هون ما لم سكرة، بعملها هيك عادي عادي. فرضنا صارت معك انت عندك عجينه بتحطيها بترقعيها ما في مشكله، يعني ما بتكون خربت معك اصلا. هون بدي اجيك انا، شوفي هي اللي زادت معي انا، رقعتها. هلا بمزدها، لا تاكلي هم، شكلها ما خرب. ها ببلع برد بمسد مشان اشيل هالشكل البشع كان قبل بشوي. طلعي شلون عم تكبر، عم تكبر. طلعي بلفها وبعمل لها هيك. انت شقد بدك التخن الدقماء الكبه المبرومه؟ حسب اللي بدك اياه، في منهم بحبوها رفيعه، في منهم تخينه، حسب انت ما بتحبي. شايفه؟ طلعي طلعي تمي بتمزدي، برجع بفتحها. شوفي كتير سهلة صبايا، صدقيني الكبة كتير إذا حفظتي خطواتها بتاخد العقل، بتاخد العقل وما تفكريها بابا. هلا في منهم صبايا بقولوا أنا أتعذب بالكبة من الصبح للمساء ويجي ياكلها جوزي وولادي بثواني. لا، جوزك وولادك كتير بيستاهلوا، شقد ما عطيتي أنتي رح يعطوكي أكتر. هي على قد المحبة، صدقيني إذا بتحبي ولادك وجوزك بتأبدعي. لو ما شفتي ال رأساً المعاملة الطيبة اصبري شوي، بعد فترة أكيد رح يبين دورك في البيت وقيمتك تكبر وتكبر، وما يقدر لا جوزك ولا ولادك بلاكي. شايفه صبيه؟ شوفي شلون بدي اشيلها انا. انا هلا خلصت تشكيلها، طلع بعمل هيك. انا هلا بدي اقلبها، شايفه؟ شايفه؟ طلعي وين بدي احطها انا؟ بدي احطها هذا بالنايلون، انا قلت لك بدي افرزها لانه انا ما بدها انا سمنه ولا شيء، بدي افرزها انا. بعملها هيك، هذا بياخذ العقل. كيس نايلون معلش بيصير. شايفه؟ انا بدي اسكر الاطراف مزبوط. شوفي 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 ما احلى، تفضلي شوفي ما احلى. هذا بتحطيه بالفريزر وقت اللي بدك اياه. انا بدي اشوي لك واحد بس مشان افرجيك اياه. شوفي انا هلا هاد كان ملفوف بالنايلون، طالعته طلعي شايفه بالفريزر. بدي ادهنه كله سمنه وبدي اغرق هون سمنه مزبوط مزبوط. صبايا السمنه اللي بتزيد ما بتنكب، حطيها في فنجان او بصحن صغير وغلفيها وحطيها بالبراد. تحتاجيها لكبه ثانيه لطبخه لشغل طعمتها طيبه، صدقيني طعمتها طيبه. هلا هاي بدي ادهنها سمنه مزبوط واحطها هون مشان اشويها.
شيء. انا قلت لك بتبرديها للحم القليله كثير وللخضره اللي قليناها ودبلناها مزبوط. بعدين بعد ما تبرد على الخالص بنحط جبنه الشيدر هاي الكرافت او المراعي اللي بتحبك اللي بتحبيه، بس جبنه شيدر تكون. بفرمها مكعبات، بدك اصغر شوي كمان معلش. وحطيت جبنه الموزاريلا، انا بستعمل الفرسان دايما، وبخلطها بهالشكل. هي طعمتها بجبنتها صبايا، يا دوب يا دوب اكلت معلقتين لحمه ويمكن معلقه كمان. هي بخضرتها اللي قلت لك عليها امبارحه، وحضرتها انا قبل بنهار. هلا انا حطيت الجبنه، بتصير طعمتها اطيب من الكبه المشويه. طيب انا هلا بدي اشكل العجينه. دايما حطي جنبك خرقه رطبه تمسحي ايدك مشان ما يعلق بالعجينه هذا. هلا انا تبلت، عرفتي تبلت اللحمه، الكف توسخ، بعمل هيك دايما هيك خرقه جنبك، بلليها مي وحطيها جنبك مشان وقدك تمسكي خزانه او شيء مضطره تمسكي تكون ايدك نظيفه. طيب حطينا نحن الصحون وهي كيس النايلون، جنبي انا المي البارده دايما بعمل هيك. صبيه شوفي انا هاي قلت لك بدها تكون هبرتها مرتبه، انا بصراحه اليوم الهبره ما ساعدتني كثير قللتها، بس معلش بتطلع طيبه. شوفي بعمل كره وبعمل هيك. بتجيبي غطا البيركس طلع تعملي هيك، صبية السماكة اللي بدك اياها. شوفي انا رققتها، شوفي شوفي السماكة. طيب انا هلا هذا جاهز بحطه على جنب. ايه انا دايما بحط واحد هون واحد هون، بس ما كيس اكياس النايلون خلصانه عندي، بدي كيس نايلون. شايفه بللت مي هيك، وهي قلبت الكيس هيك، هي طبقه ثانيه بدنا نسكرها. وهلا بعلمك طريقه على الايد كمان سهله، هدول للمبتدئات. هلا شوفي صبي طلع انتبهي شلون بدي اشكلها، لانه هي بتساعدك نفس الكبه المشويه، نفسها تماما كبه الخضره، بس التبلة اللي جواتها بتختلف. هديك شحمة ونعناع ولحمة وطبعا وبهارات وفليفة. مهم شوفي صبية طلع طلع شايفة. طيب انا صبايا انتبهي، انا الدائرة تركتها فاضية، كبة الشحمة نفس الشيء مشان ما تفتح الكبة معك وقت بتشويها بالفرن او على المنقل او بدك تقليها. انا جبت هاي الطبقة وعملتها هيك طلع. ها شوفي شلون عم بلزقة. انتي مبتدئة ايش بسوي؟ بحط هيك، شوفي شلون شقد عم بحتاج ابلل، مشان هيك بقلك لا تبللي كتير وقت النقع. طلعي صبية بسكر مزبوط، بتريحني كيس النايلون، بيريحك كمبتدئه، بيريحك وبيعطيكي السماكه اللي بدك اياها وبتتحكمي فيها مثل عادي، وبتملسي بالكيس النايلون. شوفي ايش قد بدك طلع. انا هلا بدي اعلمك صغيره، انا بحبهم صغار كبه الخضره. حتى هي شوفي بتحطيها مثلا كبيره، بتقسميها اربع اقسام، تطلع كثير حلوه. شوفي صبيه شلون شايفه. انا هلا عم بهزبها لقرص الكبه مشان يكون مدور عندي مرتب. شايفه شقد مثلا بده تمسيج؟ طلعي مطعوج قصدك ها، مشان تعلمي صبيه. شوفي بدي امسده، شوفي شايفه ما احلى طلع. هذا بتقسميه هيك وهيك وبتقدميه على السفره. بدك صغار؟ هلا بعلمك شلون. طيب شوفي انا هون حطيت كيس نايلون، هي بدي افرزها، هي بدي افرزها. طيب انا هلا بعلمك الصغار.
نفس الطريقة صبية بس صغار هيك بكبسة هيك السماكة اللي بدك اياها في منهم بحبوها سمك سمكية انت حرة بحبوها سمك هاي الثانية انتبهي لي لانه بدي اعلمك بهي نفسها الكبة المبرومة مشان يبقى معي انا عينة انا عاملة مخزنة مخزنة كبة مبرومة وكبة خضرة شوفي سبيل هلا طلع حطيت هيك بالمعلقة انا حطيتها بايدي معلش مشان ضيق الوقت تلاقي ما عم بيخزن مزبوط مع طلع حطيتها هيك شوفي سبيل انا سكرتها طلعي شايفة شلون سكرتها؟ طلعي انا تركت فراغ سكرناها ما هيك؟ هلا ايش بسوي؟ بعمل هيك طلعي ها على فكرة شقد ما بدك بالزغرية شقد ما بدك بالزغرية هيك حركة دائرية انت هاي مبللتيها شوفي عم تتزحلق زحلقة انت اول شيء هيك بتفكريها صعبة بس صدقيني ما هي صعبة ولا بوبو ابدا 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 واحد صغير كتير فورا بعمله هيك طلع بسكر شو بسكري وبعدين خدي راحتك بالقلب بتقليبه هدول كتير كتير لذيذات بتحطيهم بصحن وقدك تقدميه لضيوفك صغير ونواعم وبتشكلي بتحطي له تحتها ورقة كورنيش ما أحلاها بيصير وبتضيفيها كتير كتير طيبة شوفي صبية طلعي ما احلاها شوفي هلا هون انتعجت معي قد ما بدك تصغري انا هاي بقدر اكبرها بقدر اكبرها اساويها ارز وقت التزيين اتعجيها من نص حطي لها فستقه حطي لها جبنه بالنهايه وضيفيها بتلاقيها بتاخذ العقل، انا هيك بعملهم اذا عندي ضيوف وبدي اضيف صحن. طيب. اهلا وسهلا فيكي، هلا خلصت من تشكيل الكبه المبرومه، هلا عفوا الكبه الخضره راس، هلا بدي اعلمك الكبه المبرومه. طفي. ايه صبايا نكمل، قلت لك مشان ما تتعبي كثير انا الماكينه عواض ما ادهك ببخها شوية مي وبدير وباخذ تازة شوفي شقد طرية هاي كتير هبرتة قليلة زادت بصراحة زادت أنا المفروض كبة الخضرة العجينة تكون هبرتها زيادة أو تكون واضحة بس أنا هاي زادت العجينة بدي أعملها بعملها أي شيء بعملها أنابل إذا سمعاني فيها هي الكبة كتير لذيذة شكلها طلعي شلون بفتحها هيك وبرقق شوفي شوفي صبية برققها هيك ببل ايدي شايفة ببل ايدي هيك وهلا تفضلي شوفي زادت انا عندي هي بسكرها هيك طلعي ببل ايدي شوفي تتفنني ايش بدك احشيه على يعني شزي عن القاعده معلش يعني
يعني ضروري كم دايما الكبه المعتاده شذي ايش بدك احشيها لو هبرت قليله تطلع روعه هلا شو بدي قليلك اياها وتشوفي ما اطيبها انا هي بعملها بعده طرق شايفه شلون شايفه صبيه طلعي خلصتي منه طالعتي 10 شكلتيهم هذا غطيب غطيب منشفي او كيس نايلون مثل ما بدك هاي كيس نايلون هون احطه جوا شو مشان ما ينشف نحن ما بدنا يتغرق بالمي لانه العجينه بتصير لينه بتميل معي شوفي انا شقد ما بدي بطوله شايفه شايفه طلعي مع احلاه شايفه هلا ايش بسوي المي حطي بصحن كبير هيك لانه شغلي بده يكون هون انا ما بدي اوسخ كمان طلعي صبيه بعمل هيك بليت هون هون شوفي ايش بدي اسوي طلعي طلعي هلا ايش بسوي هاي المفروض مي 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 بارده مي من الكولر مي بارده تكون طلعي صبيه شوفي انت لا تطولي يا مثلي طلعي عملت هيك طلعي طلعي انا بحبها مدوره طلعي سكرتها سكرتها شايفه وانا عم ببرم هي طلعي شايفه انا خلصت ايه طيب انا هلا بعمل هيك شوفي قلنا الكبة المقلية إلى لوز حبيتي جوز كمان معلش بس قلوبات كتيرة مو طيبة صدقيني طيب أنا هلأ بنهاية ايش بدي أسوي أعمل طلع هيك طلع شوفي طلع طلع شايفة هاي أنا بحشي كل 10 سوا بخلصهم ها طلع أنا هذا طول الدرويش الكبة معي وما بدي أخربه لأنه يعني زبط أنا بدي أعلمك هلأ صغار سهل عليكي أنت كمبتدئة شوفي إيش بسوي طلع بحنية طلع شلون لا تشقشقت ولا شي بس في مرحلة المفروض كل ما عملنا الدراويش الكبة وحطيناهن على جنب هيك حطيناهن على جنب ما هيك حطيته هون انا بكيس النايلون ما بدي الكبتي تنشف انا هيك كل ما خلص درويش بحطه هون ما بدي الكبة تنشف وتشقشق لانه بتشقشق معك بيبس البرغل وخصوصا هبرت قليلة بدها تشقشق معك هلا صبيه شوفي طلع هاي دخلناها هون شوفي شلون بدي اسكره هلا انا ما بستعمل عصاي هلا بقلك شلون طلع سكرتها ما هيك طيب هيك انت كمبتدئه هلا بدي اعلمك طريقه كمبتدئه لا تعملي تبعتي تبعتي لانه بدي على التكرار بصراحه ما بدي اكون اعطيكي معلميات ما بحب انا المعلميات بحب الطبيعه شوفي اعملي هيك شوفي صبيه بلي واعملي هيك هيك سكرتي طلع
مشان ما يجمع معك هون برغل، بدك اياها كلياتها مثلا عقصوله ولحمه وما لحمه وهذا، ايش في زياده؟ جمعيهم هون، طلعي جمعيهم وبالاخير شكليهم. طلعي من هون، انا بدي اسكر. شايفه صبيه؟ وهذا هيك عملته، مسكته وحطيته هون. اعمل لك كمان، شوفي صبيه هون، طلع. هلا نقدر هيك، بدي اعطيكي عده طرق. طلع هون مشان سهل تكون عليكي. شوفي هاي زياده، هاي زياده حطيتها هون على جنب، ما هيك؟ بعدين سكري. بدك بالعصاي، بدك بلا عصاي، قربي شوي على هذا لهون. شوفي صبيه، هي بتاكل حشوه بصراحه اكثر من هبره. طلع انتي، شوفي بليت ايدي، طلع انتي كمبتدئة، معلش ها طلعي شلتها، هاي مزدية وهاي هون، انتي مبتدئة معلش موعد هيك. بعدين بعمل هيك، قربي 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 على الدرويش الكبة، بعد شوي مشان يبين بعدين. طلع صبية، طلع شايفة؟ أنا درويش الكبة طلع معي مرتب. شوفي البرغلة صبايا. هلا طريقة القلي بصراحة كمان مشان نكمل نجاح الكبة كتير مهمة. طريقة القلي بتحمي الزيت وبتحطي زيت مظبوط، بدها تغمر الكبة، كبة الدراويش إذا شمت هواء بتشق، خصوصا إذا هبرتها قليلة، نحن هاي كتير هبرتها قليلة. طلعي شوفي شلون بدي أفحص الزيت أنا، شوفي طلعي شلون طلعت الفقاعات. أنا هلا في بنات صبايا مبتدئات ما بيعرفوا، بيجوا ايش بسووا؟ بهالمعلقة بيعملوا لك الكبة هيك، لا أنا شوفي شلون بدي أسوي، قربي قربي قربي، طلعي شوفي شلون أنا بدي أحركها، طلعي بخليها شوي، طلعي شلون بحركها، مشان ما تنفض البرغلاي، أنتوا انتبهوا في كبة مقلية شلون طريقتها ما هي ناجحة أبداً وصدقيني ما بتطلع طيبة، كثير مهمة عملية القلي. شوفوا صبايا، أنا هلا وطيت النار خصوصا وقت بتطالع الكبة المقلية بالفريزر، أنا هلأ هاي تازة رأسا بتنقلب تقرمش، بس بالفريزر إذا قليتيها، إذا قليتيها على السريع وطالعتيها ببقى جواتها ني. شوفي هلأ أنا بقدر أستعمل المعلقة، شايفة؟ شايفة شلون البرغلي ما نفضت؟ لأنه عيار الزيت مظبوط وسط، أول شي بتقوي أول ما بتحمي، بعدين بتوطي، مو توطي على الأخير، لا أبدا. شوفي صبية هاي اللي اسمها فرابلسية او انابل، تحشي اللي بدك اياها. هي شوفي صبيه بدي اوطيها، طلعي يا ريت تفرجيهم النار، طلعي مو قوي، انا ما بدي الكبه تنفض، طلعي انا بس تاخذ سوي الكبه بقدر بحركها، بقدر بحركها. شوفي هلا هي خلصت، هي بطالعها، حطي مناديل مشان تغب هالزيت، وبعمل هيك. شوفي صبيه طلعي هلا هي ما بقي لها شيء، واول ما بتحطي مثل ما قلت لك حطي جريده. شوفي انا الزيت كبه، انا عندي اولادي مثلا صغار بدي اشجعهم ياكلوا، شوفي انا هدول حبيبات عملتهم، هن بزين فيهم الصحن وهن بشجعوا لابني او بنتي ياكلوهم، طلعي مثل كاني بتفور. طيب هون الكبه انا هاي بدي اشويها بهالصورة، شوفي زيت قليل او سمنة قليل، سمنة هي المفروض سمنة، انا هلا هاي فحمة ارجيلة، انا هاي بس شعلت بهالزيت بحطها وبعملها كأني صدقيني عم تاكلي كبة على المنقل، كثير بتطلع طيبة، كثير بتطلع طيبة. خرج هاي كثير هبلتها قليلة بصراحة، زادت من كبة الدراويش، وعملت لكم اياها لأنه بدي أعمل عينة، يعني هاي الكبة اسمها طرابلسية، رح شو عبارة عن لحمة، لحمة وقلوبات مشكلة، هي تجمع كل القلوبات، بس أنا من الخضرة حشوة الخضرة زادت قمت
أليتا شوفي لونها ما احلى صبيه، بس بدها شوي بدها شوي. ما نفضت البرغلي؟ وقت بتشوفي البرغلي نفضت معناتها في عيب بالقلب. شوفي انا عم بحاول ما اخلي ثغره في الكبه الا ما اعبيها واجاوبك على سؤالي، بس رجائي ها انه تسمعي مزبوط وشوفي مزبوط بعدين اسالي اللي بدك اياه. طلعي نحن كبتنا جاهزه، لا فتحت ولا نفضت البرغلين ابدا ابدا ابدا. خرجي طلعي اعملي هالحركه هاي، وانا حطيت الكبات هون لا يصفوا من الزيت وطفيت على الغاز. طيب اوكي، انا هاي الكبه بدي اياها طعمه الفحم، بدي اياها طعمه الفحم. منقاط الأرجيلة، شوفي ايش بدي اسوي على الزيت مباشرة. طلعي طلعي، او انا صحن بس هلا ما عندي وقت، صحن بحط فيه سمنة او زيت. شوفي شوفي شلون الدخنة اذا تطلع. طلعي طلعي شايفة انا بغطيها، بتريدي بجريدة السلوفان خلصان عندي، حطيتها بجريدة. هو يفضل غطى تحكم الاغطاء عفوا، بتحكمي الغطاء مزبوط وبعدين تتركيها قديش؟ تتركيها تقريبا 10 دقائق او 5 دقائق وبعدين ارفعي وتعي كلي شقر. طيب شوفي انا هون بدي ارتب صحني، ايش بلبق مع الكبه؟ اللبن، عملت لبن وخيار. طيب انا هاي كبه المقليه، شوفي هدول ما احلاهم قلوب من العجينه نفسها، زادت شوي عملتهم اشكال وقليتهم. طلعي وهون الكبة هاي طرابلسية او اسمها الانابل. طيب انا هدول شوفي شلون مثل البندق كأني او لوز، طلعي بدي ارشهم هيك، شوفي ما احلاهم. انا بدي ازين صحني الاقي مرتب بالبق الاخضر هيك، خلينا نلون شايفة شايفه ما احلاها الكبه. هلا هون انا بدي اعملكم الكبه المبرومه، افرجيكم طريقه تقطيعها شلون بجنن. شوفي صبيه انا فرست الكبه، شوفي بهالطريقه شلون. هاي كبه الترابلسيه محشيه اللي بدك اياه، هاي صاجيه، هاي صاجيه كبيره، هاي الدراويش. انا بصراحه بغلف كل ما بدي هيك بتحافظ على رطوبتها وعلى طعمتها، انا شوي هيك موسوسه. انتو كيس نايلون بحطه بهالطريقه انا وبحطه بالفريزر وخلاص. اهلا وسهلا، بدي لكم الكبه المبرومه تقطيعها والخضره الفحم. اهلا وسهلا صبايا، منكمل. انا الكبه المبرومه شويتها ليكون لونها زهر، بعدين انا كمبتدئه انا الي معلميه في تقسيمها، بس انت كمبتدئه هي كثير دركه بتبرديها مزبوط. شوفي ايش بتسوي، بتجيبي هي مثلا غلفتيها نايلون هيك، طلعي مشان ما تشرشر معك، ما تشرشر معك. شوفي شلون بتعملي، انا نسيت احددها بالسكينه وما هي مشكله لو ما حددتيها. وقت اللي شفتك شفتي بالفيديو القديم شلون حددت انا التقسيمات، طلعي بمسكها مزبوط. شوفي شوفي صبيه، طلعي بدها تكون السكينه حده ها. طلعي انت كمبتدئه النايلون مسكة، شوفي شوفي طلعي ولا مهروسه بيطلع معه هيك كبه. تفرجي تفرجي انت كمبتدئه. هلا انا هاي النايلون عملتها هيك شلتها، انا معلمه فيها بعرف عندي خبره، بس انت مبتدئه. طيب انا هاي الكبه طلعي خلينا هون، تعالي صوري صوري. بالبقلة واحد يرشد لها هيك استقاط عشان منظر الشكل. صورية منيح مظبوط كتير قريبة تكون مشان يشوفوها الصبايا. طيب
اللي دخنتها. هي رفعت الجريدة عنا، شوفي ما احلاها. انا بشيلها، طلعي ما احلاها، طلعت الجبنة منها. هي لو تذوقي طعمتها، لو تذوقي طعمتها ما اطيبها. شايفه صبيه ما تجوري عليها ابدا ابدا. انا شوفي هاي، هاي الكبه الصاجيه، طلعي بقسم لك اياها، مو صاجيه عفوا، هاي الخضره صاجيه ما عملت انا. تفرجي ما احلاها، شايفه شايفه ما احلاها. بحطها هيك، شوفوا هاي، هاي مش شدر، ها صدقيني طعمتها مثل الشحمه. تفرجي هاي ما احلاها، طلعي شوفي 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 صبية، طلعي صدقيني شي روعة. شايفة؟ طلعي شايفة كبابنا؟ طلعي. أنا هلأ بدي أدوق هاي أم اللي قلت لكم. ها جد طيبة وروعة وأحلى وسهلة فيكم. صوتي مظبوط؟ شايفة؟ طلعي صبية شوفي، شايفة هاي؟ شايفة كبة المبرومة؟ شايفة الفستق ما أحلاش لون أسمته وطلع لون خضار وش قد حلو؟ أهلا وسهلا فيكم. على فكرة طعمة الكبة اللي ما لها خبز ماكل أطيب، لأنه أنا عملت نوعين. بتصير طبعا الظروف هلا اهلنا بسوريا طيبه، ما عم بقول لك ما طيبه، بس الكبه اللي هبلتها قليله وبدون خبز اطيب. اهلا وسهلا فيكم.